السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم بدنا نحل تدريبات طرح عددين من منزلتين. عندنا العدد مكون من آحاد وعشرات، 75 ناقص 41. رح نطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات. 5 ناقص 1، 5 على إيدينا، شيل منها 1، بصفي عندنا الجواب 4. 7 عشرات ناقص 4، اعمل على إيدك 7، شيل منها 4، بيعطينا الجواب 3. إذا الجواب 34، هذا طرح عمودي. 39 ناقص 26، رح نطرح الأحاد من الأحاد والعشرات من العشرات. 9 ناقص 6، رح نسوي 6 على إيدينا ونشيل منها، رح نسوي 9 على إيدينا عفوا وننقص منها 6. 9 على إيدينا، شيل منها 6، بصفي عندنا جواب 3. طيب 3 عشرات، شيل منها 2 عشرات، يساوي 1 عشرات، الجواب 13. الآن رح نطرح طرح أفقي. عندنا 84 ناقص 41، بدنا الآحاد شحطة ونحدد الآحاد والعشرات. الآن بدنا نطرح 4 آحاد من 1 آحاد، اعمل 4 على إيديك واطرح منهم 1 آحاد، بيعطينا الجواب 3 آحاد في منزلة الآحاد. طيب 8 عشرات، اعمل على إيدك 8 وشيل ونقص منهم 4، بيعطينا الجواب 4 عشرات، الجواب 43. 36 ناقص 23، يلا نحدد الآحاد ونحدد العشرات، نحدد الآحاد ونحدد العشرات. الآن 6 ناقص 3، نعمل 6 على إيدينا وننقص منهم 3، رح يطلع الجواب عندنا 3. طيب 3 عشرات، بدنا نشيل منهم 2 عشرات. الثلاث عشرات بدنا ننقص منهم 2 عشرات، كم بيطلع لنا؟ سوي 3 على إيدك ونقص منهم 2، بيعطينا 1. إذا 3 ناقص 2 بيعطينا 1 عشرات، 13. 63 ناقص 12، عندنا 3 آحاد و6 عشرات، 2 آحاد وال1 عشرات، يلا ننقص. 3 ناقص 2 آحاد بيعطينا 1. طيب 6 عشرات ناقص 1، 6 بإيدينا ونشيل نخبي 1، بيعطينا العدد 5. 98 ناقص 52، 8 أحاد و9 عشرات، 2 أحاد و5 عشرات، يلا ننقص. رح ننقص 8 ناقص 2، بدنا نعمل 8 ونخبي منهم 2، رح يصفي عندنا الجواب 6. طيب 9 عشرات، رح نعمل 9 على إيدينا ونشيل منهم 5، ننقص منهم 5، 9 نقصنا منهم 5، أعطانا الجواب 4، 46. نشوف الحل المسألة. قالت لميس إن الرقمين المفقودين في المسألة المجاورة يمثلان الرقم نفسه، هل قول لميس صحيح أم لا؟ بدنا نشوف. عندنا 6 آحاد والعشرات مفقود، ناقص عندنا العدد مفقود آحاد وثلاث عشرات، بيعطينا الجواب 30. طيب تعالوا نشوف قاعدة الصفر، أي عدد يجمع أو يطرح من صفر يكون الناتج نفسه، ولكن هون الناتج صفر، إذا نقصنا 6 من نفسها عشان أعطانا العدد صفر. إذا 6 ناقص 6 بيعطينا الجواب صفر. تعالوا نشوف الثانية، كم ناقص 3 يساوي 3. طيب اجمع الثلاث مع الثلاث، 3 و 3 بيعطينا 6. إذا صحيح كلام لميس العددين نفس العدد، إذا جواب إجابتها صحيحة. نعم، أطلب إلى طفلي توضيح كيف يجد ناتج طرح 47 ناقص 25. في البداية بدنا نحدد الآحاد والعشرات، الآحاد والعشرات. 7 آحاد ناقص 15 آحاد، سوي 7 على إيدك وشيل منهم 5 آحاد، بيعطينا 2 آحاد. طيب 4 عشرات نقص منهم 2 عشرات، بيعطينا كمان 2 عشرات. إذا 47 ناقص 25 بيساوي 22، 2 آحاد و2 عشرات. يعطيكم ألف عافية.